ظهر مع طليقته في الجونة والجمهور متأكد أنهم رجعوا لبعض. فيديو جديد لتامر حسني مع بسمة بوسيل في الجونة قلب الدنيا. انتشر فيديو لتامر حسني ومعاه طليقته بسمة بوسيل في الجونة وكانوا قاعدين بيضحكوا ومبسوطين. الجمهور طبعاً ما فوتش الفرصة دي وقالهم ما لو اتنين منفصلين ومعاهم أولادهم يبقى طبيعي يقعدوا مع بعض، لكن ما كانش معاهم أولادهم فأكيد تامر وبسمة رجعوا لبعض. وطبعاً انتوا ما لحقتوش تنسوا اللي قالته بسمة في رمضان لما كانت مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج على المسرح، لما سألتها عن حلم رجوعها لتامر حسني وردت بسمة وقالت هيحصل، والدنيا اتقلبت على التصريح ده. ده حتى منى عبد الوهاب نفسها ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه وفضلت تأكد على بسمة وتقول لها بجد؟ مش عارفين أستاذة منى كانت مستغربة ليه؟ أنتوا نسيتوا أول يوم رمضان؟ أول يوم رمضان شفنا بسمة وتامر بيفطروا مع بعض ومع أولادهم، فالناس قالوا إيه ده؟ دول رجعوا لبعض بقى. فطلعت بسمة ونفت الكلام ده خالص وقالت إحنا بنعمل كده علشان أولادنا. طيب يا بسمة مصدقينك؟ هوب ما لحقناش نفوق من أول يوم رمضان ظهروا مع بعض تاني وبرضه من غير أولادهم. وده في رمضان برضه لما امبارح تامر كان عايز مجموعة من صحابه الفنانين في بيته ومعاه بسمة بوسيل وكان موجود مي عمر ومحمد سامي ودرة وجوزها هاني سعد وشام الذهبي ورضوى الشربيني. وآخر حاجة حصلت امبارح لما بسمة أعلنت عن أغنيتها الجديدة وشفنا تامر معلق لها أجمل بسوم في الدنيا، البدايات أول أغنية رسمية في المشوار. حقيقي والله مش بجامل، الأغنية دي من أجمل وأهم الأغاني، هتسمعوا وهتحكموا بنفسكم. يا رب كل النجاح ليك يا بسوم. وردت عليه بسمة بركاتك يا تيمو. الغريب بقى إن الحب والجمال اللي شايفينه دلوقتي ده في وقت الانفصال كان كله مشاحنات. بسمة وتامر علاقتهم بعد الطلاق ما كانتش أحسن حاجة في الأول، وفي سنة 2023 أعلنوا تامر وبسمة الطلاق رسمي وكان بكل شياكة كمان، لحد ما بعدها على طول لما تامر حضر فرح مديرة أعماله هالة، بسمة طلعت وعبرت عن زعلها وقالت له فيما معناه في ستوري إنك بتشجع الناس اللي خربت بيتنا وحياتنا، أنفولو فور لايف. وفضلت بسمة متضايقة من تامر وعامله له أنفولو فعلا، ومحدش يعرف إيه اللي حصل بينهم في الكواليس والعلاقة بقت أحسن وظهروا مع بعض في أعياد ميلاد أولادهم بكل شياكة ورقي. وبعد فترة طويلة من الخناقات والمشاكل حتى بعد الانفصال إلا أنهم أخيراً قدروا يبقوا أصحاب وعلاقتهم ببعض بقت أحسن بعدها. وشفنا يوم راس السنة تامر منزل صورته مع بسمة والأولاد وافتكروا الناس أنهم رجعوا لبعض، لكن بسمة طلعت تاني يوم على طول ونفت أنهم رجعوا وقالت أنها مجرد صورة قديمة وتامر نزلها تاني، وبعدها بقينا نشوفهم زي ما حكينا لكم كده. ومن الواضح أنهم قرروا تبقى علاقتهم أحسن علشان خاطر أولادهم التلاتة أو إنهم فعلاً رجعوا لبعض. يا ترى أنتم رأيكم إيه؟ هل تامر وبسمة رجعوا فعلاً؟